شنو ذا بالامن الوطني رايح عليه انت تهدد البيت وماخذ له امر القاء قبض؟ شنو دعوة الفساد اللي انت بلغت عليها؟ اولا انت من يا محافظة؟ انا من محافظة صلاح الدين من قضاء سامراء. ايش تشتغل؟ انا اعمل قديما يعني بالوقت الحالي يقول كاسب، اخذت على عاتقي من سنة 2019 اتفضل الفاسدين في صلاح الدين في سامراء خصوصا، لان الفساد نخر سامراء، سامراء لم تعد كمدينة يعني يعيش فيها ماشي. العيش شنو دعوة الفساد مالتك الان؟ أنا عندي عدة مواضيع أستاذ نجيم. هسا خليني بالمشكلة مالت الآثار سيد رائد. نعم المشكلة مال الآثار، أراضي سرقت قبل من سنة 2015 في منطقة اللي هي خلف معمل أدوية، وبعدها استمرت السرقة إلى وصلت منطقة الجبيرية اللي هي مقاطعة 22 جبيرية. قدمت الشكوى الأولى إلى سيد شنو السرقة سيد رائد؟ سرقة شنو؟ سرقة أراضي أثرية وفق كتب اليونسكو العالمية مشخصة علنيا هاي المنطقة أثرية. من الباقها؟ هاي المنطقة نعم من الباقها وشلون انباقت؟ هذه اللي قام على عملية سرقها، أشرف على عملية سرقها وبدأ عملية سرقها اللي هو عمر عبد الرزاق، عمر محمود عبد الرزاق أو عمر عبد الرزاق محمود مدير الآثار السابق اللي بس دقيقة عليه. شو اسمه شنو؟ اسمه عمر عبد الرزاق محمود مدير. شو اشتغل هذا؟ هذا كان مدير مفتشية آثار صلاح الدين. شلون تمت السرقة؟ تمت السرقة هو اللي باعها عن طريق التماس، عن طريق السماسرة وعن طريق تستر المسؤولين في محافظة صلاح الدين. أنا أحكي أتحدث بالأسماء، الأسماء اللي هي موجودة بالسند، أنا ما دزيتك يمكن السندات. أي المتورطين موجودة أسماءهم بالسندات. المساحة الأرض إيش قدها يا رائد؟ مساحة الأرض اللي أتحدث عليها الحالية اللي مقاطعة 22 جبيرية فاقت 2000 دونم، والسابقة قرابة من 2000 يعني 4000 دونم. 4000 دونم. عمر باعها، باعها مزارع، باعها قطعة سكنية، شلون باعها؟ عمر طلع سند باتفاق مع تسجيل عقاري سامرة، أصدروا سند ب 400 دونم، سند مزور أكيد، السند زور داخل الطاقو. لصالح منو؟ لصالح إليه، سجلها باسم شخص فقير، شخص معروف في سامرة زين، يعني ابنه يبيع قهوة وتوفى الله يرحمه وما عنده متر واحد، سجلوه باسم هذا الرجل زين. هاي 400 تمام، والباقي هاي 400 هم السند مالهم 400. أنا في سنة 2020 قلت لهم يا عم المسؤولين وبدون استثناء، أنا أسولف ويا الكل يعني ويا محافظ ويا نائب ويا معاون ويا مدير عام ويا مدير كلهم أخابرهم. المهم فقلت لهم أنت إذا عندكم 400 زراعي تقولون زراعي، يعني أصر بأنه هو أثري تقولون زراعي، زين ال 400 صارت 1000، ال 400 صارت 1600 1700 بنفس السند، هو السند ال 400 كلها أخذها عمر. مو بس عمر، لا عمر رجل هو إلى حصة الأسد زين. هسه الآن يا رائد اتوضحت القصة، البيع ابتدى من عمر، انباعت 4000 دونم، طابوا سامراء يسوي سندات مزورة ومش الحال. نعم مش الحال. أنت هاي الأراضي سابقا شنو كانت تشتغل؟ يعني بيها بيوت، بيها مزارع مسيجة؟ لا كانت تشتغل لأنها أرض أثرية يعني لما الحد 2014، الحد 2014 أثناء ما يعني توغل داعش في مناطقنا والتهت الحكومة القوات الأمنية بالدفاع عن مناطقنا هم استغلوا هاي الفترة. باعها عمولي هنا هسا هنا عمر. نعم. عمر باع واستلم فلوس. أنت جيت راح تقدمت شكوى لمن؟ أنا قدمت الشكوى الأولى بالنزاهة سنة 2020 صار وياك، ومن سنة 2020 أنا أتدد للدعاوى الكيفية وانسجنت 4 مرات أو 5 مرات. النزاهة سووا لك لما اشتكيت وقدمت وثائق؟ النزاهة نعم النزاهة اللي عملت بأحالة فقط عمر مدير الآثار إلى الجنايات، وصار قرابة 9 أشهر أو 10 أشهر
تؤجل محاكمة عمر. زين. قدم طلب مرة ثانية، قدمت طلب الثاني سنة 2022 إلى وكالة الاستخبارات، ورحت ودزلي سيارة مدير استخبارات صلاح الدين عميد تامر. دزلي ملازم أول من استخبارات تامرة، قال السيد العميد مدير استخبارات صلاح الدين السابق قال يريدك. قلت له خصوص؟ قال جنابك عندك شكوى؟ قلت له نعم. المهم دزولي سيارة ورحت لوكالة الاستخبارات ودونت إفادة أخرى، هاي شكوى ثانية. ورفقت ورفقت وهم كتب اللي صدرت بأمر دولة رئيس الوزراء السودان الكاظمي السابق في حالة عمر، حالة عمر مدير الأعصار، ركز على هاي السابق الله يبارك فيك. القرارات اللي صدرت تضمين عمر 166 مليار ونص، هذا زيت الكهن الكتبان. زين عمر هذا قبل ما ينحكم عمر، من اللي أصدر عليه هذا القرار؟ هذا أصدر عليه قرار اللجنة اللي شكلت بأمر وزير الثقافة السابق. إذن عمر بموجب اللجنة بالتحقيق الإداري للوزارة أدين بتضمين 169 مليار. زين أنت وزير نعم. الداخلية ناشدته. نعم ناشدته ليش؟ أنا ناشدت، أنا صراحة اتصل بي وزير الثقافة قبل 17 أو 8 أشهر تقريبا، والتقيت وزير الثقافة وانطاني كتاب شكر وانطاني درع المواطن الصالح، لكن الأراضي لا زالت تسرق وأنا اللي أدفع الثمن. من المشتكي يعني عليك؟ الآن من المشتكي عليك؟ بالأمن الوطني من المشتكي عليك؟ أنا اللي مشتكي علي اثنين بالأمن الوطني، ذولا شنو اللي سوى ويا يا أستاذ؟ دزيت لك التسجيلات والفيديوهات اللي دزيت لك ياهن سنة 2021 تاريخ 13/3 بال21 طبوا البيت ابني البيت خادمك يساوموني مساومة بحجة عندهم أمر قبض، عندهم أمر قبض يحملوه بالتليفون، ما مسا معاني بالعراق العظيم أمر قبض يحمل في التليفون. ما عندي وقت، ما عندي وقت، اختصر للزبدة، اعطيني الزبدة الآن، صار 10 دقائق وياك. الله يبارك بك. الزبدة أستاذ نجيم، الزبدة الأمن الوطني دخلوا عليه هم والسمسار مال عمر، أقول اسمه حكم شرطي هذا متهم بعدة دعاوى، طبوا البيت ابني وهددوني. أنا اللي سويته شنو؟ اللي سويته بعد ما انسجنت وطلعت بالإفراج لأنه ما جدت علي الدعوة اللي هم طبين عليه بها مال المي الزائفة وبشهود زور جابوهم. المهم هددوني قالوا بأنه خلي يسحب الدعوة من المحافظ، يسحب الدعوة، يسحب الدعوة عن مدير، عن فلان، عن عمر، عن كذا، تهديد واضح تهديد. تعرفوا من الأمن الوطني؟ أعرفوا مع مساد، أعرفوا. تمام. هسه القصة صارت واضحة عمر، أنا أعطيتك وقت كافي. نعم. القصة واضحة. الله يبارك. يعني سيد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، إحنا نتوسم بك خير وعندك منجز وخلف الله عليك وبارك الله بيك وأن يكون هذا واجبك. هاي القصة إلى الآن. القصة ما محسومة، قصة الفاسد عمر اللي الآن متضمن 169 مليار، قصة الأراضي ومدير الآثار الآن هيئة السياحة ووزارة الثقافة يجب أن تضع يدها على هذا، وكل من باع كل من مشتري يجب أن يحاسب. السيد معالي أبو علي البصري يعني الأمن الوطني، هذا الرجل تليفونه عندي ومهدد من قبل كما يدعي من قبل ضباط بالأمن الوطني، هددوه بسحب الشكوى عن عمر المتهم حاليا والأوراق واللي مسجون. أتمنى من السيد أبو علي البصري أن يبعث له رقم التليفون ويفتح تحقيق في صلاح الدين مع هؤلاء الضباط الاثنين حتى نرسخ دولة النظام ودولة العدل من أجل أن تبقى شاخصة. شنو ذا بالأمن الوطني رايح عليه أنت تهدد البيت وماخذ له أمر القاء قبض